فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ ما هو بلازم نعرف كل شيء من أيام التشريق لماذا سمي، لكن قالوا سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي، ينشرونها في الشمس، ينشرونها في الشمس، فتسمى أيام التشريق لأنها تشرق فيها اللحوم في الشمس. نعم، إنسان هذا يرضيكم، فهم قالوا نعم.